هي انواع العدسات فيها كتير جدا وفيها مستويات كتير جدا، بس احدث انواع العدسات اللي نازله حاليا في السوق عدسات اسمها بلو كات. دي بتمنع الاشعه الضاره بنسبه 100%. دي فايدتها ايه؟ واحد، اي اشعه ضاره زي ما قلنا، تلفزيون، لابتوب، موبايل، اضاءه سيارات، اضاءه بيت، في اي مكان في اشعه ضاره بتمنع دخول العين. ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي العين مستقره، الكشف يكاد يكون مستقر، ما يضعفش بصوره مستمره. غير كده بتحمي العين من اي حاجه بتضرها.